فيه المعاني. لو تحب تشوف وتسمع صوت بلال أو جاي تاني، انسى كل هموم حياتك، يلا نروح لكوكب تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني. أخوي وحبيبي، يعني أكيد كل واحد فينا بيحلم كل يوم هنطلع أنهي كوكب بكرة إن شاء الله، ويا ترى ممكن يكون لينا بفضل الله قصر في كل كوكب. خلي عندك أمل، كنا الحلقة اللي فاتت بنتكلم عن كوكب الأمل، خلي عندك أمل إن يكون لك في كل كوكب قصر إن شاء الله، وإنك تكون قريب أو من النبي. ودايما بذكرك بالحديث دوت حينما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا؟ أكيد بحتاجين إن احنا يعني نتأسى بالنبي ونسير على أخلاق النبي، وفوق ده كله كمان إن احنا نثبت على هذا الخلق ونثبت على هذا الدين. عشان كده النهاردة يلا نركب سفينة الفضاء ونطلع بسرعة على كوكب كلنا محتاجينه في كل لحظة في كل حين لحد آخر لحظة في حياتنا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الكوكب اللي قدامنا النهاردة هو كوكب الثبات. ربنا يرزقني وإياكم الثبات. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. صاحب أثبت قلبه وصاحب أطهر قلب بيسأل ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يثبت قلبه على دينه سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي، تعال نشوف سكان الكوكب ده، وتعالوا نشوف أصحاب الأصول اللي في الكوكب دوت. الحقيقة الحاجة العجيبة جدا إن أول قصر لقيناه في الكوكب ده كان قصر امرأة. لك تتخيل عشان تعرف قد ايه قدر المرأة في ظل دين الله. المرأة نصف المجتمع وتلد لنا النصف الآخر. ربنا يحفظكم جميعا ويجمعنا وإياكم على الخير وعلى الطاعة. كان أول قصر مزين الكوكب ده قصر آسية، امرأة فرعون. يا الله، فاكر حضرتك امرأة فرعون؟ امرأة فرعون، فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى. فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري. ورغم ذلك زوجته تطلع مؤمنة وتبقى مثل لكل مؤمنة، وفوق ده كله ربنا خلد ذكرها في أعظم كتاب ألا وهو القرآن الكريم. قال جل وعلا: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. الله، قصة امرأة فرعون الحقيقة ان سبحان الله لما سيدنا موسى عليه السلام امه سابته في التابوت ووصل التابوت لقصر فرعون، الجنود خدوه ودخلوا بيه على امرأة فرعون وكانت واقفة مع فرعون، فاول ما شافته فرحت بيه جدا وقالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. خد بالك، فقال لها فرعون: قرة عين لك انت، اما لي فلا. سبحان الله، فهداها الله عز وجل بحبها لموسى عليه السلام. خد بالك، فأسلمت امرأة فرعون وأصبحت مؤمنة ولا يدري فرعون. فلما أخبر فرعون وعرف إن هي أسلمت لله سبحانه وتعالى ظل يعذبها عذاب شديد جدا. زوجة فرعون اللي هو كان يعتبر أكبر ملوك الأرض في هذا الوقت أسلمت، يا خبر أبيض، دي كانت بالنسبة له مصيبة كبيرة، لأنه كان بيعتبر نفسه إله من دون الله سبحانه وتعالى، وكان يعني يقول لهم: ما علمت لكم من إله غيري. فاستخف قومها فأطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. يقدر ربنا سبحانه وتعالى إنها تعذب في الشمس، فإذا عذبت جاءت الملائكة وظللتها بأجنحتها. الله أكبر على الكرامة العظيمة. وسبحان الله، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى أن يلهمها بهذا الدعاء الجميل، قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، واختارت الجار قبل الدار، قالت: ابن لي عندك أنت يا رب. ولذلك دلنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ان احنا لما نسأل الجنة نختار برضو الجار قبل الدار. قال: فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ليه يا رسول الله؟ قال: في أربع حاجات، أول ثلاثة ما يهمناش والرابعة المهمة. قال: فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. جارك هو الحق جل وعلا سبحانه وتعالى، تكون جارا لربك جل وعلا، تكون في جوار ربك، نعمة عظيمة ما بعدها نعمة بفضل الله سبحانه وتعالى. فهي قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فاختارت الجار قبل الدار سبحانه وتعالى. يعني لما يكرم عبد من عباده ربنا بيلهمه بالخير حتى الذي يدعو به بفضل الله سبحانه وتعالى.
فلما دعت المولى عز وجل أظهر لها قصرها في الجنة. في اللحظة ديت كان فرعون أمر الجنود بتوعه لما يئس منها أنها خلاص ما زالت مسلمة ولا يمكن ترجع أبدا عن إيمانها، أمرهم أن يلقوا عليها صخرة عظيمة لتموت. فلما ارتفعت الصخرة في الهواء وقبل ما توصل لها ابتسمت. ليه؟ لأنها رأت قصرها في الجنة، فظن الناس أنها قد جنت. وقبل أن يصل إليه الحجر وقبل أن يصل إليه الحجر فاضت روحها إلى بريها جل وعلا، وماتت امرأة فرعون شهيدة بفضل الله سبحانه وتعالى، وكان لها هذا القصر في الجنة، وكانت مثلا لكل مؤمنة، ويكفيها ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليها كما في الصحيحين قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح قال: حسبك من نساء العالمين بأربع، يكفيك من نساء العالمين أربعة فقط، دول هم الكمل من نساء العالمين. قال: مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي، ده كان أول قصر يقابلنا في كوكب يعني هذا الكوكب العظيم كوكب الثبات. تعالوا نشوف القصر الثاني اللي بعديه على طول، والقصر الثاني كان جنبه بالظبط لأن هم كانوا قريبين جدا من بعض، كان قصر ماشطة ابنة فرعون. سبحان الله، ابنة فرعون. فرعون طبعا يعني آسية لم تنجب، لكن فرعون أكيد كان ليه زوجة تانية عشان كده دي بنته منها. سبحان الله، بنت فرعون كان ليها ماشطة، هي اللي بتمشط لها شعرها زي بيسموها النهاردة المربية، بتسرح لها شعرها وتزبطها وتزينها وتلبسها وتهندمها وكده يعني. ماشطة ابنة فرعون لما أسلمت آسية امرأة فرعون أسلمت معها ماشطة ابنة فرعون في السر طبعا ما حدش يعرف. والماشطة كان عندها أربع أو خمس أولاد، خمس أولاد كانوا مطلوبين معها في القصر، كان ليها مكان طبعا لوحدها في القصر، وكانت هي بتتابع ابنة فرعون وتهتم بيها. فمرة من المرات وهي بتسرحها، خد بالك، وطبعا كان سبب القصة دي ايه؟ كان سبب القصة دي اخويا حبيبي ان النبي في رحلة الاسراء والمعراج وهو بيعرج به من الارض الى السماء السابعة شم رائحة اجمل من اجمل رائحة شمها النبي في الدنيا صلى الله عليه وسلم. فقال لجبريل عليه السلام: ما هذه رائحة طيبة؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون واولادها. قال: وما شأنها يا جبريل؟ فقص عليه جبريل عليه السلام حكاية ماشطة ابنة فرعون. قال له أنها في يوم من الأيام وهي بتمشط شعر ابنة فرعون وقع منها المشط، فنزلت على الأرض وبتاخد المشط وقالت: بسم الله. فقالت ابنة فرعون: أبي؟ يعني بسم الله اللي هو أبي؟ فقالت: لا، بل ربي وربك ورب أبيك الله جل وعلا. فالبنت قالت لها: إذن اخبروا ابي، هروح اقول لبابا ان انت بتعبدي اله من غير ابويا. فقالت لها: اخبري. فراحت قالت لفرعون، قالت له: يا بابا ولا يا دادي، ده المشطة بتاعتي بتعبد اله من غيرك، يعني انت كده تبقى اله تيواني يعني ما ينفعش يعني. فالمهم ففرعون شاب اتجنن، ازاي في حد في القصر بتاعي بيعبد حد غيري؟ فراح بعت لها: صحيح الكلام ده مشطة البنت؟ قالت له: ايوه، انا بعبد ربي وربك الله. طب يا علي، طب بلاش الكلام دوت، طب مش عارف ايه. المهم هي اصرت على رأيها طبعا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا كان الايمان بيوصل لشغاف القلب ان هو يتخلى عن قضية العقيدة والايمان بالله وتوحيد الخالق سبحانه وتعالى، ده لا يمكن ابدا. فالمهم فقدر ربنا سبحانه وتعالى ان فرعون قال لها: خلاص اذا اقتلك انت واولادك. قالت له: طيب ليه طلب بما لي عليك من حق؟ انا عمالة بربي بنتك من وهي طفلة صغيرة لحد ما كبرت وبقت عروسة، ليه عليك حق؟ قال لها: ليك علي حق. قالت له: ليه طلب واحد، ان انت بعد ما تموتني انا واولادي تجمع العظم بتاعي انا واولادي وتدفننا في قبر واحد. قال لها: هذا لك بما لك علينا من حق. وقدر ربنا سبحانه وتعالى انه يجعل لها مكان كده زي التنور او الفرن او المهم مكان هينزلوا ايه يتحرقوا فيه. واخد ابنها الكبير وقدمه، والولد نزل واتحرق قدامها، واخد بالك، حتى يقال ان هو حط لهم بحاجه زي الزيت المغلي، فبمجرد ما الولد بينزل تنفصل اللحوم عن العظام وهي شايفه المنظر ده قدامها، وشياط رائحه جلد او لحم الولد هي شماها، والمراه تكاد ان تتفطر، تكاد ان تموت. ابنها ضناها حبيبها وهو بيتخطف قدام عينيها، وهي عماله شايفه ابنها وهو بيتحرق وهو بيموت قدام عينيها، وهي تقدر تنقذه بانها تقول كلمه الكفر ولو من وراء قلبها ومعاها رخصه.
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن أبدا خدت بالعزيمة وفضلت إن هي وولادها يموتوا في سبيل الله على إنها تنطق كلمة الكفر. ابنها مات قدامها وكأن بها، وهي بتتذكر بقى الطفل ده وهو صغير ولسه مولود، وهي بترضعه وهي بتطبطب عليه وهي بتنيمه وهي بتأكله وهي بتدفيه وهي ودموعها نزلت على خدها. وفجأة جه الأمر التاني من فرعون بكل جبروت، الولد التاني يترمي في الزيت المغلي. خدوا الولد التاني اللي هو أصغر منه ورموه قدامها، والولد بيصرخ يا أمي الحقيني، يا أمي انقذيني يا أمي، والأم بتتفطر هتموت. لك أن تتخيل أم مش ابنها بيتحرق أو بيموت بعيد عنها، لا بيموت قدامها وبسببها، يعني هي بتعتبر نفسها السبب، فعشان كده قلبها بيتقطع. سبحان الله. وترمى الولد التاني قدام عينيها وهي عمالة تنطق أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وعمالة تنطق كلمة التوحيد وبتدعو ربنا أن ربنا يثبت قلبها قدام الموقف العصيب ده. ويجي الأمر الثالث من فرعون ويأخذ الولد الثالث ويشد في لبس أمه ويقول لها يا أمي ارحميني، يا أمي انقذيني، يا أمي ما تسيبنيش أموت. والأم قلبها بيتفطر، هي قضية توحيد يا ابني، قضية توحيد وإيمان يا ابني، إما الإيمان يا إما الكفر، والنار ديت أهون من نار الآخرة. وإذا بالولد الثالث يقتل قدام عينيها، ويجي الأمر الرابع بالولد الرابع وياخدوه قدام عينيها وهو بيصرخ وبيبكي يا أم حرام عليك أنت عايزاني أموت زي إخواتي ما بيموتوا، وياخدوا الولد ويرموه قدامها لحد ما مات. بس كانت آخر ولد، كان هي دي التجربة الأليمة اللي كادت امرأة اللي كادت مشطة فرعون ابنة فرعون إن هي تنزل بقى وتتنازل تماما بعد ما فقدت أربعة من أولادها، كادت إن هي يعني تهدم كل اللي عملته وتكفر بالله عز وجل. إيه اللي حصل؟ طفل الخامس كان بيرضع من ثديها فجم يخطفوه فما قدرتش فراحت شداه، وبعدين جم يشدوه مرة تانية فراحت شداه مرة تانية، مش قادرة يعني طب انتوا موتوا الأربعة، طب سيبوا اللي بيرضع ده، يعني أنا مش قادرة أتخلى عنه. وانتوا عارفين الطفل الوليد بيبقى يعني له مكانة في القلب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يقرب لنا الصورة ويقول لنا مدى سعة رحمة الله فقال لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. الرضيع بالذات ليه مكانة في قلب الأم لا تكاد تنسى أبدا، كأنك بتقطع حتة من قلبها، كأنك بتقطع قلبها كله. فلما الأم تقاعست وكادت أن تنطق كلمة الكفر وإذا بالحق جل وعلا، شوف رحمة ربنا ورحمتي وسعت كل شيء، بأنت يا مشطة ابنة فرعون تعملي ده كله وربنا يتخلى عنك؟ لا يمكن أبدا ربنا يتخلى عنك، ربنا هيثبتك في الموطن الصعب ده وفي الموقف الصعب ده. وإذا بالحق جل وعلا ينطق هذا الطفل الرضيع ويقول يا أمة اثبتي، وفي رواية يا أمة اصبري، وفي رواية أمة اقتحمي اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقامت الأم وفي حضنها هذا الطفل الرضيع وألقت بطفلها وبنفسها في الزيت المغلي فماتوا جميعا، وأمر فرعون بجمع عظام هؤلاء جميعا ودفنهم سويا. فلما فاحت رائحة شواء لحوم هؤلاء شم النبي رائحة عطرها في السماوات السبع وقال ما هذه الرائحة الطيبة يا جبريل؟ قال هذه رائحة مشطة ابنة فرعون. أختي الفاضلة، شفت مشطة ابنة فرعون ضحت بإيه؟ بولادها الخمسة وبنفسها عشان كلمة لا إله إلا الله. وإحنا النهاردة مش طالبين منك تعملي كده، بنقولك بس البس حجاب، بنقولك بر أمك وأبوك، بنقولك أطيعي زوجك، بنقولك خليكي رقيقة، خليكي إنسانة دينة، خليكي اذكري ربنا، اقري القرآن، صومي، صلي، اعبدي ربنا، خلي عندك أخلاق، ما بنطلبش منك المستحيل. سبحان الله. ده كان القصر الثاني، قصر مشطة ابنة فرعون. تعالوا نشوف القصر الثالث برضو كان ليه علاقة بالقصر دوت، كان قصر سحرة فرعون. فرعون لما أراد إن هو يناظر سيدنا موسى جمع السحرة من كل مكان وأمرهم منهم ما يجتمعوا في مكان عام وخلاص هينظروا سيدنا موسى، وهم بقى ألقوا حبالهم فحبال انقلبت إلى ثعابين، وطبعا ده كان سحر تخيل، ويعني سحروا أعينهم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، يعني هو ما كانش سحر، ما كانش حقيقة فعلا، لكنه كان سحر للأعين، إنما هي الحبال زي ما هي حبال بس هم الناس شايفينها تعابين.
فموسى عليه السلام لما ألقى العصا بتاعته انقلبت إلى حية حقيقية والتقمت كل الحيات في اللحظة دي. الصحراء هم اللي عارفين بقى السر في الموضوع ده، فانقلبوا جميعا إلى إيه؟ إلى يعني من ناس كفار وصحراء عياذا بالله إلى شهداء أبرار، إلى ناس ساجدين لله سبحانه وتعالى وخروا لله سجدا بفضل الله سبحانه وتعالى. ما كان من فرعون إلا أنه كاد أن يجن وقال آمنتم به قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم، اسمع الكلام العجيب، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. كان الرد الحاسم الجازم اللي ليس فيه أي هوادة ولا أي رجوع ولا أي انتكاس ولا أي تأخر أبدا، في لحظة واحدة سحرت فرعون انقلبوا إلى أناس مؤمنين وقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قادر، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. الله، لو تعرضت لأي فتنة وأرادوا منك أن تتنازل عن أمر من أمور دينك، قول فاقض ما أنتم أو فاقض ما أنت قادر، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنت هتتحكم في إيه؟ في أمور الدنيا اعمل اللي أنت عايزه. خدت بالك؟ إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. شوف الآية مختومة بإيه؟ والله خير وأبقى. الله أكبر، والله خير وأبقى. تعال نشوف القصر اللي بعد كده، لأن أكيد حضراتكم عايزين تعرفوا كم قصر موجودين على الكوكب ده. قصور جميلة جدا وكثيرة جدا بفضل الله في هذا الكوكب العظيم. قصر أصحاب الأخدود. وطبعا حضرتك عارف قصة أصحاب الأخدود، مش أحكيها كاملة لكن ممكن أقولها في عجالة سريعة. إن كان في ملك، والحديث في البخاري ومسلم واللفظ المسلم، إن كان في ملك عنده ساحر. الساحر ده كبر في السن ولكن مع ذلك مش عايز يبطل سحر. يقدر ربنا سبحانه وتعالى إن الساحر طلب من الملك إنه يجيب له غلام يعلمه السحر عشان يفضل الغلام ده معاه العمر كله. جاب له غلام ما شاء الله نبيه جدا وما شاء الله ومثقف وعنده فطنة كده وذكاء، فجابه وبدأ يعلمه السحر. الغلام هو رايح من بيت أهله لحد الساحر كان بيعدي على راهب. الراهب فتح البيت الصومعة بتاعته وقاعد يعبد ربنا. الغلام سمع كلمتين منه عجبوا الكلام، لأن كان كله بيفيض بكلمات التوحيد، وكانوا الرهبان في هذا الوقت كانوا مثلثة لكن هذا الراهب كان موحدا بفضل الله سبحانه وتعالى. دخل سمع منه كلمات التوحيد بفضل الله سبحانه وتعالى، خلاص أسلم لله جل وعلا وبدأ ينشر هذه الدعوة المباركة. فكان لما يتأخر على الساحر يقول له، يعني يتأخر على الساحر والساحر يضربه، يقول له حبسني أهلي هم اللي عطلوني. وكان لما يروح لاهله يقول لهم حبسني الساحر، لان هو ايه الراهب قال له كده عشان بس ما يتضربش لا هنا ولا هنا، لانه كان بيقعد وقت كبير جدا مع الراهب. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى يتمر الايام وينكشف امر هذا الغلام، ومع ان الراهب قال له لو انكشفت اوعى تخبر الناس عني، لكن غصب عنه عند المحن تنفسخ العزائم ما قدرش يستحمل وراح دلهم على ايه على الراهب. فلما جاء بالراهب قيل له ارجع عن دينك، فابى فشق الى نصفين ومات. وجيء بجليس الملك، جليس الملك ده كان راح للغلام وقال له أنا سمعت أن أنت بتبرئ الأكمه والأبرص وتفعل كذا وكذا وكذا. قال له هذا لا أفعله، إنما الذي يفعله هو الله سبحانه وتعالى، الله قادر على كل شيء، فإن أردت أن أرد عليك بصرك فآمن بالله وسوف أدعو الله أن يرد عليك بصرك. فآمن جليس الملك اللي هو كان قريب من الملك جدا، تمام، وأسلم لله جل وعلا ودخل على الملك ومبصر. قال له من الذي رد عليك بصرك؟ قال الله. قال ولك إله غيري، وراح واخده وراح قتله. فضل مين؟ فضل الغلام. شوف بقى الثقة واليقين والثبات. غلام صغير يعني سنه ما يعديش 9 سنين، 10 سنين يا سيدي، فاهم ازاي؟ سبحان الله، يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الملك راح امرهم. طبعا هو حاول بقى انه يعني يخلي الغلام بقى برضه يبقى ساحر معاه، لكن الغلام ابى، رفض تماما. فقال لهم طيب خذوه فوق الجبل وعرضوا عليه ان يرجع عن دينه، فان رجع فبها ونعمة عين، وان لم يرجع فالقوه من ايه؟ من قمة الجبل. طلعوا بيه فوق الجبل، ها ترجع عن دينك؟ قال لهم مش راجع. فلسه هيرموه، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، دعاء دعاء ويقيم في الله سبحانه وتعالى. فاهتز الجبل. ايه الواقع اللي ممكن يحصل في الموقف ده يا جماعه؟ جبل بيتهز، طفل موجود عليه ومعاه مجموعه رجال، مين اللي يقع؟ الطفل. لكن لا، الرجاله كلهم وقعوا وبقي هذا الغلام. فعاد الى الملك. طب ايه اللي خلاه رجع للملك مع انه عارف ان الملك عايز يقتله؟ ثبات على الدين، هو عايز يضحي بنفسه وبحياته في سبيل ان الامه كلها تحيا على التوحيد، وده اللي حصل بالفعل بذكاء شديد جدا ويقين وثبات على هذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى. الغلام رجع للملك، قال له ايه ده؟ ما فعل اصحابك؟ فين الشرطه اللي انا كنت بعتهم معاك؟ قال كفنيهم الله. فراح بعت له شرطه تانيين وقال لهم خذوه
في قرقور، قرقور يعني مركب صغير، واطلبوا منه ان يرجع عند ديني، فان ابى فالقوه في ايه؟ في النهر. خدوه في النهر كده وقالوا له ها ترجع عند ديني، قال لهم لا لسه هيرموه في النهر، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فارتجفت المركب وجاءت امواج عاتيه، خد بالك كلهم وقعوا في الميه الا هو بقي سليما وعاد الى الملك مره ثالثه. واذا بهذا الغلام يقول للملك ايها الملك انك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما امرك به. فقال افعل ما تامرني به؟ معقول حته غلام صغير هيامرني انا؟ ده انا الملك. قال له والله لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما امرك به. الملك يئس خلاص، الغلام لا عايز يشتغل معايا ولا في نفس الوقت عايز ايه؟ عايز ان هو يعني مش عارفين نقتله حتى، يعني لا هيبقى معايا ساحر ولا هي ولا عارفين نقتله. قال خلاص ما دام هو هيدلين ازاي اقتله نقتله بقى وخلاص نخلص نفسنا. فقال اجمع الناس في صعيد واحد، اجمع الشعب كله في صعيد واحد، ثم خذ سهما من كنانتي واصلبني، حطني على صليب كده من خشب، وخذ سهما من كنانتي، من كنانة بتاعتي انا مش من عندك انت، عشان الناس تعرف انها من عندي انا، وضع السهم في كبد القوس وقل امام الناس جميعا بسم الله رب الغلام، فان فعلت ذلك فانك ستقتلني لا محالة. الملك كان في قمة الغباء، لان هو لو كان ساب الغلام يدعو الى الله وقليل من عباده الشكور، كان قليل جدا اللي هيسلموا مع هذا الغلام، واخد بالك؟ انما هو اصر على قتله، فكان بقتل الغلام سبب في اسلام الامه كلها بفضل